بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا التواصل مستمر أيها الأخوة، والانطلاقات ما شاء الله شوط تلو شوط مع هذه الأسامي الجميلة، هذه الأسامي المميزة. ونذكر بصاحبة التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات، غرام لمانع بن سالم بن مانع الغويص السويدي صاحبة الشوط الأول الرئيسي. شعارات يا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، 6 دقائق 3 ثواني تهانينا. والنابو شوطنا الـ15 أيها الإخوة ينطلق في هذه اللحظات، والملعاي وأهل العوير والجماعة كلهم ما شاء الله حاضرين في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. المركز الأول الموفق سعيد بن سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي، النقلة على انفجار. في ثاني المراكز أيها الإخوة حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي، وفي المركز الثالث كفو محمد بن سعيد بن حلوه، ورابع المراكز هناك شاهين خليفه بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، وفي المركز الخامس وصل هناك كيف سويدان بن سعيد بن حضين بن الشبي، وفي المركز السادس شعار غزلان ايضا حاضر مع رمحان ومحمد بن قرين بن علي العامري، وفي المركز السابع هناك من الجانب الاخر مبشر وسيف بن محمد بن سيف الماجدي النيادي، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع الغزال في تاسع المراكز نعم للمتعب بن حميد بن سهيل المقبالي، وعاشر المراكز اللي هو مغامر عبد الرحمن بن سعيد النعيمي. هكذا كانت نتيجتنا، عشنا معاكم أحلى هذه اللحظات الجميلة هنا مع انطلاقة شوطنا الخامس، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للجميع. الملعاي مسيطر على المركز الأول، صامد على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات. يلا سعيد بن سلطان بن محمد الملعاي الشبي، النقلة على انفجار في ثاني المراكز، حمد بن محمد بن حمد بن مصرح الإحبابي، وثالث المراكز شاهين هناك خليفة من سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع كفو لمحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي، وفي المركز الخامس أيضا وصول اسم رمحان لمحمد بن قرين بن علي العامري، وسادس المراكز كيف للسيد سويدان بن سعيد بن حضيرم. أكتفي أيها الإخوة بهذه المجموعة، أكتفي بهذه المجموعة الجميلة، أكتفي بهذه الكوكبة المميزة التي تحمل الإثارة وتحمل الطموح وتحمل راية الانتصار مع هذه الشعارات الجميلة، هذه الشعارات المميزة. الله يا الملعاي، يا سلام يا الملعاي، ما شاء الله تبارك الرحمن اللي موفق حتى هذه اللحظات، موفق حتى هذه اللحظات مع المركز الأول سعيد بن سلطان بن محمد الملعاي الشبي، بينما شاهين في المركز الثاني سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وانفجار على ثالث المراكز حمد بن محمد بن حمد بن مصرع الإحبابي، وفي المركز الرابع وصول اسم رمحان. يلا يا بلقرين، يلا يا بلقرين، نقطة ثانية غسلان في الشوط السابق والحالي، أيضا يقدم رمحان محمد بن قرين بن علي العامري بن حلوة، متنتقل من موقع إلى موقع. هكذا كانت النتيجة. الله وصلني عند موفق، ودني عند موفق وشاهين، وانفجار هناك أيضا على ثالث المراكز. هلت بشاير الخير يا راعي ريمة، راعي ريمة، راعي ريمة، راعية الشوط الأول لبكار المحليات لأبناء القبائل، هناك سعيد بن عبيد الحميري، وأيضا بو عجيل قادم، بو عجيل قادم بكل قوة، راعي مياسة خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يقدم شاهين موفق سعيد بن سلطان الملعاي، ولكن هناك انفجار حمد بن محمد بن حمد المصرح الإحبابي، وصل بالقرين محمد بالقرين بن علي العامري، من يقدم رمحان على المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة، بدينا نغادر لوحة الـ600 الأخيرة، اللحظات الأخيرة للمرة الثانية. بزف السلام والتحايا للسيد خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، تهانينا والناموس على هذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز. بداية موسم إن شاء الله خير، بداية موسم جميل لهذا الشعار ومالك هذا الشعار. شكرا بو عجيل، شكرا بو سعيد،
سعيد على الحضور الجميل، شكرا ابو سعيد على الحضور الموفق هنا على المركز الاول. والنقطة الثانية اللي حصدها الحميري هنا في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الموفق شاهين لخليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. وصباح الخير للخوانيج كافة واهل الخوانيج على هذا الاداء الممتاز، تهانينا والناموس. المركز الثاني سعيد وسلطان الملعاي، المركز الثالث لمحمد بن قرين بن علي العامري، المركز الرابع حمد بن محمد المصرح، وفي المركز الخامس الرهاوي مطر بن عبد الله بن سالم الشاوي الاجتبي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بروح التمام. 6:12 39 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.